استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل والوفد المرافق له، وتناول اللقاء العلاقات الراسخة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أثنى الجانبان على الزخم الذي يشهده التعاون الثنائي خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة وموضوعات الطاقة والهجرة والبيئة، بما يحقق مصالح الطرفين في مواجهة التحديات المشتركة. وتركز اللقاء على الأوضاع في غزة والشرق الأوسط، حيث تم استعراض الجهود المكثفة التي بذلتها مصر والشركاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين لإنهاء الكارثة الإنسانية التي تواجه أهالي غزة، فضلا عن تمهيد الطريق لإنفاذ حل الدولتين. وأكد الرئيس السيسي خطورة خطوات التصعيد المستمر في قطاع غزة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية الدنمارك لارس راسموسن بحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حيث تم استعراض سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وثمن الرئيس السيسي دور الشركات الدنماركية في دفع التنمية الاقتصادية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والنقل البحري. كما تناول اللقاء كذلك الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أشار الرئيس السيسي لضرورة تغليب مسار التهدئة والتوصل للاتفاق يتم بموجبه وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل المحتجزين. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة دعم السودان الشقيق، مستعرضا في هذا السياق جهود مصر لاستعادة الاستقرار به، مشددا على أهمية احترام سيادة السودان. قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي إن قوة مؤسسات مصر ساعدت في مواجهة العديد من الأزمات في دول الجوار، وأضاف خلال مؤتمر صحفي أننا نعمل بكل قوة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتفكيك منظمات الجريمة المنظمة لاستغلال المهاجرين. كما أكدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة يلفا يوهانسن التعاون مع مصر من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود وضع حلول مستدامة لمشكلات ترعة الإسماعيلية وفروعها، بما يسهم في انتظام منظومة الري. وتم خلال الاجتماع استعراض موقف المنظومة المائية على ترعة الإسماعيلية، حيث أنها تعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب في محافظات عدة. كما تطرق الاجتماع إلى الموقف الحالي لأعمال سحب المياه من ترعة الإسماعيلية، وما يتم اتخاذه من إجراءات فنية عاجلة للتعامل مع المشكلات الخاصة بها بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، والقيام بعمل حصر على الطبيعة للفتحات والمآخذ على طول الترعة، وما تم من توجيه إنذارات لما تم حصره من المخالفين على الترعة لتقنين أوضاعهم، وذلك بهدف إحكام إدارة الموارد المائية للترعة. كرم وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو الحاصلين على جوائز الدولة النيل التقديرية والتفوق خلال الست سنوات الأخيرة، بداية من عام 2019 حتى العام الحالي 2024، حيث بلغ عدد المكرمين 116 مبدعا في مختلف المجالات، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمها الأعلى للثقافة بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والتي تأتي تجسيدا لرؤية الدولة المصرية للاحتفاء بالمبدعين والمبدعات الذين أسهموا في إثراء المشهد الثقافي والفني والعلمي في البلاد، تقديرا لجهودهم وإبداعاتهم التي ساهمت في تعزيز الهوية الثقافية.